للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. لقاء أمين عام الأمم المتحدة بممثلي كبار مانحي وكالة الأونروا، ما الذي تتوقعه لهذا الاجتماع؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن نتوقع بإذن الله أن يكون هناك انفراجة بعد عثرة كبيرة جدا تواجه الأونروا الآن. في الحقيقة أن الدول الغربية بالتحديد التي أوقفت تمويلها للأونروا هي تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية في توقيت حساس للغاية. نتحدث عن أكثر من 2 مليون نسمة داخل قطاع غزة في أمس الحاجة لهذه المساعدات. أيضا الأونروا بالمناسبة لها أيضا أعمال في مناطق أخرى سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى في الأردن فيما يتعلق بإغاثة الفلسطينيين هناك، وبالتالي أكثر من 5 ملايين فلسطيني في حاجة إلى هذه المساعدات بشكل عام، 2 مليون منهم طبعا داخل قطاع غزة، وبالتالي الأمر في يعني حاجة ماسة لإعادة نظر من جديد، لأن الأوضاع الإنسانية في غاية الصعوبة. هناك في الحقيقة يعني من قبل أيضا يعني تحركات على الجانب الأمريكي في عام 2018، يعني في عام 2018 أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دعمها للأونروا، وكانت هذه ايضا واقعة من قبل، وبالتالي هناك يعني طيب استاذ جمال، ما الذي جعلك تتوقع انفراج في ظل صلف امريكي اسرائيلي لا يأبه باي يعني كوارث انسانية تحصل في قطاع غزة، ومن هناك المزيد من هذا الصلف ومن هذه الكوارث على الارض في قطاع غزة؟ يعني هناك تمني، يعني نتمنى أن يحدث هذا، ولكن بالفعل على أرض الواقع هناك عناد إسرائيلي، هناك تأثير إسرائيلي على الجانب الأمريكي في هذا الشأن، وهناك دعم مطلق من الجانب الغربي للجانب الإسرائيلي. وأعتقد أن من يريد أن أو من يوافق على هذا الأمر من الجانب الغربي فهو يعني شريك مع الجانب الإسرائيلي في فكرة الإبادة الجماعية، لأن هنا نتحدث عن تخيير المواطنين في الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة بالتحديد ما بين الموت قصفا أو الموت جوعا. وبالتالي جريمة الإبادة الجماعية في الحقيقة الآن التي تتحقق في داخل قطاع غزة، من يوقف تمويل الأونروا هو شريك أساسي فيها، وبالتالي أعتقد أن هذه الدول عليها أن تفكر يعني بشكل عقلاني أكثر، وأن تتخلى عن فكرة الدعم المطلق الذي من الممكن أن يورطها في يعني جريمة إنسانية خطيرة للغاية بوقف تمويل الأونروا ودعم أكثر من 2 مليون مواطن في حاجة ماسة للغذاء والشراب والدواء. أستاذ جمال، اليوم مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في قطاع غزة، وغدا أيضا جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي. ما جديد الذي يمكن أن يضاف من خلال هذه الاجتماعات ونحن أمام كوارث وإبادة جماعية في غزة؟ يمكن هذه الجلسة بالتأكيد هي متوقعة بعد قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي هذه الجلسة من المتوقع أن تنظر في عدة أمور. الأمر الأول له علاقة بطبعا الشق الإنساني والوضع الإنساني في داخل قطاع غزة، والشق الآخر ما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية وآليات تنفيذها، وبالتالي هي مهمة كبيرة جدا في الجلستين القادمتين لمجلس الأمن. نتمنى أن يكون هناك أيضا ترسيخ لمفهوم القانون الدولي ودعم قرارات محكمة العدل الدولية وإيجاد آليات حقيقية على أرض الواقع تسهل يعني نفاذ هذه الإجراءات في توقيت نحتاج فيه لوقف إطلاق النار وإحداث هدنة، خصوصا أن هناك أيضا مسار آخر تقوم به القاهرة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإرساء هدنة في الوقت الراهن، وبالتالي يجب أن تتلاقى كل هذه المسارات، وأن يكون هناك حراكا عبر مجلس الأمن حقيقيا يدعم قرارات محكمة العدل الدولية، وأيضا يتماشى مع الرغبة الإقليمية والدولية. نعم. السعية لإحداث هدنة ووقف إطلاق النار. هو يعني هناك سباق مع الوقت أستاذ جمال، يعني انتقال تدريجي من دائرة الصراع من الأرض المتصارع عليها وإلى الإقليم بأسره، وبالتالي يعني نسارع الوقت والظروف والمعطيات الحالية. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا.